94% من الحالات الجديدة سجلت بخمس جهات: جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، مراكش، أسفي، الدار البيضاء، سطات، فاس مكناس، والرباط، سلا، القنيطرة. وثلثي الحالات أكثر بقليل 68% سجلت بأربع مدن، هي نفس المدن: طنجة، مراكش، الدار البيضاء وفاس. وتفصيلا، فالتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة هو كما يلي: جهة طنجة، تطوان، الحسيمة 322 حالة، 296 حالة بمدينة طنجة، 23 حالة بإقليم الفحص أنجرة، حالتان بتطوان وحالة واحدة بالحسيمة. جهة مراكش أسفي 296 حالة، 262 حالة بمراكش، 14 بقلعة الصراغنة، 10 بالحوز، 7 باليوسفية، وحالة بكل من الرحامنة، الشيشاوة وأسفي. جهة الدار البيضاء سطات 249 حالة، 203 ديال الحالات بالدار البيضاء الكبرى، 23 بسطات، 9 بمديونة، 7 بالمحمدية، 6 بالجديدة، وحالة واحدة ببن سليمان. عفوا، جهة فاس مكناس 201، 110 ديال الحالات بفاس، 48 بصفرو، 27 بمكناس، 12 بمولاي يعقوب، 3 ببولمان، وحالة واحدة بإفران. جهة الرباط سلا القنيطرة 136 حالة جديدة، 68 حالة بسيدي قاسم، 26 حالة بالرباط، 17 حالة بسلا، 17 بتمارة، 4 بالخميسات، و4 بالقنيطرة. جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة، 25 حالة بطرفايا، وحالة واحدة بالعيون. جهة بني ملا الخنيفرة 22 حالة، 15 حالة ببني ملال، 3 حالات بخنيفرة، وحالتان بكل من الفقيه بن صالح وخريبكة. الجهة الشرقية 13 حالة، 7 حالات بالناظور، 3 ديال الحالات بوجدة، حالتان بالدريوش، وحالة واحدة بتوريرت. جهة درعا تافيلالت 10 حالات، 8 حالات بميدلت، حالة بالرشيدية، وحالة بتنغير. جهة سوسمسة 5 حالات، 3 حالات بأكادير، إدا وتنان، وحالة بكل من تيزنيت وإنزكانايت ملول. وسجلت كذلك 3 حالات بجهة الدخلة والذهب بمدينة الدخلة. فيما تستمر والحمد لله جهة قلميم ودنون في عدم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، الحمد لله. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات، لأكبر عدد من الحالات سجلت في المغرب منذ بداية الوباء في بلادنا، للأسف الشديد رقم جد مرتفع. في مقابل ذلك تم استثناء 21,278 حالة من المرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية، وهكذا يصبح مجموع الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت هو 1,000,000
و333 ألف و50.